امبارح تم تنظيم حفل الإعلان نتيجة مسابقة النسخة السابعة من مسابقة الصوت الذهبي على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. المسابقة دي هدفها اكتشاف المواهب الغنائية الشابة القادرة على الغنى العربي الأصيل من قصائد وموشحات ومونولوجات، وده طبعا علشان نقدر نحافظ على التراث الغنائي المصري. مسابقة الصوت الذهبي، المسابقة دي واللي بينظمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد النوش، أقامت حفل الإعلان نتيجة مسابقة النسخة السابعة من مسابقة الصوت الذهبي، وده على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. بتهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب الغنائية الشابة القادرة على الغناء العربي الأصيل من قصائد وأدوار وموشحات ومونولوجات وطقطيق وأغاني هادفة للحفاظ على التراث والهوية المصرية. طبعا مسابقة الصوت الذهبي من المسابقات المهمة جدا في وزارة الثقافة على مدار السبع سنوات الأخيرة، بدأت في صندوق التنمية الثقافية، والوزارة حريصة على أن المسابقة دي تقام كل عام، لأن هي جزء مهم جدا من دور الوزارة في اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها. النهاردة الحمد لله بنحتفل بختام مسابقة الصوت الذهبي الدورة السابعة. الحقيقة السنة دي دورة مميزة جدا، تقدم 193 متسابق من جميع المحافظات. التسابق على مراحل مختلفة، كان بيبدأ بغناء الأغنية التقليدية بشكل مبسط، ثم بعد كده غناء المونولوج والقصيدة، ثم الموشح والأدوار. اتقدم للمسابقة نحو 193 متسابق، منهم 112 شاب و81 فتاة من 16 محافظة، في تطور ملحوظ لعدد المتقدمين والمحافظات المشاركة. وتشكلت لجنة التحكيم واللي اختارت المتسابقين من خلال ثلاث تصفيات عبر معايير ومراحل تصاعدية في أصول الغناء العربي، بدأت بالأغنية والتقطوقة والمونولوج والموشح والقصيدة والدور، بهدف صقل هذه المواهب وتقديمها إلى الساحة الغنائية المصرية والعربية. هو كمتسابقين يعني وكده، كل واحد بيغني فيه، طبعا كل واحد بيغني لمغني شكل، محدش فينا بيغني لنفس المطرب وكده، والأصوات كلها جدا جميلة، وإن شاء الله تكون حفلة موفقة وتكون حفلة جميلة إن شاء الله. كانت الدورة الأولى من المسابقة واللي انطلقت في العام 2015 ولقت نجاح كبير، ولفتت انتباه الوسط الفني والمهتمين بمجال الغناء، واللي قدمت العديد من المواهب الغنائية الشابة، واللي تم منحهم دورة تدريبية في بيت الغناء العربي على أيدي أساتذة متخصصين، كما شاركوا في العديد من الفعاليات والحفلات الخاصة بمراكز الإبداع التابعة للصندوق. حفلة الليلة طبعا مشارك فيها ناس مهمة جدا، طبعا اسمها الأكاديمي، صاحبة الأكاديمية، هي أكاديمية عالمية طبعا، وطبعا الدكاترة زي الدكتور علاء فتحي ودكتور مدحت اللي هو المايسترو، وطبعا وزيرة الثقافة، كل الناس دي انا اتشرف طبعا ان انا اكون واقف على مسرح قدامهم. طبعا لا، في اهتمام كبير، والموسم ده كمان لا في اهتمام كبير جدا في كل حاجه، في كل حاجه متظبطه، كل حاجه مظبوطه على اكمل وجه يعني، بس يعني كل حاجه مظبوطه. حفل توزيع جوائز الصوت الذهبي في دورته السابعه، واللي كان تحت قياده المايسترو الاستاذ الدكتور مدحت عبد السميع حشاد، ومن اعداد وتدريب الفنان مصطفى النجدي، وبحضور السيدة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.